مساء الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي، برحب بيكم في حلقه جديده من برنامج كلام في الميديا. النهارده اول حلقه لينا في 2019، ان شاء الله باذن الله تكون سنه خير علينا كلنا وعلى النادي الاهلي، ويكون فيها بطولات كتير وانجازات اكتر. سنه تكون ان شاء الله مليانه بالتحديات وبالمباريات والبطولات، واكيد اولها بطوله دوري ابطال افريقيا في نسختها السنه دي، النسخه اللي بيتقال عليها نسخه استثنائيه. طبعا زي ما احنا عارفين ان النادي الاهلي وقع في المجموعه الرابعه ومعاه بيتا كلاب وسيمبا التنزاني وشبيبة الثورة الجزائري. هيكون طبعا أول مباراة للنادي الأهلي في المجموعة مع فيتا كلاب في يوم 11 أو يوم 12، يا رب إن شاء الله تكون انطلاقة قوية للنادي الأهلي وتكون بداية كويسة بقى وبداية جديدة لينا عشان نحقق اللقب الغايب عننا من 2013 عشان نختم السنة دي اللعب في مونديال أو كأس العالم للأندية. كمان النادي الأهلي عنده البطولة المحببة دي أكيد بطولة الدوري. عايز أقول لكم كمان على حاجة، ما تخلوش إن جدول الترتيب دلوقتي يخدعكم، البطولة لسه طويلة. ورجعوا للتاريخ كده كم مرة النادي الأهلي تأخر بفرق كبير جدا من النقط ورجع مرة تانية في الدور التاني وتوج بالبطولة، تحدي تاني في 2019، ودي طبعا أكيد هتكون بطولة كاس مصر، والنادي الأهلي طبعا حامل الرقم القياسي فيها، عاوز أكيد يرجعها لدولاب البطولات مرة تانية. وفي كمان بطولة السوبر المصري كمان بالنسبه للكره المصريه، فاكيد في حدث مهم جدا تنظيم بطوله الامم الافريقيه 2019، واللي ان شاء الله هتكون في مصر باذن الله، هيكون الحدث ده في غايه الاهميه. كمان في 2019 هتكون سنه حاسمه للمنتخب الاولمبي واللي هيلعب تصفيات دوره طوكيو 2020. كل التوفيق اكيد ان شاء الله للكره المصريه وطبعا لنادينا النادي الاهلي في 2019. النهارده هيكون عندنا جوله كبيره جدا في الصحافه في المواقع وفي كل اللي اتكتب عن النادي الاهلي كالعاده، وكمان هيكون عندنا اخبار كتير سواء محليه او عالميه وجوله كمان في السوشيال ميديا. وهيكون ضيفنا النهارده استاذ عبد المنعم فهمي، مدير تحرير مجله الاهرام الرياضي. لكن في البدايه كالعاده بنبتدي معاكم باهم وابرز عناوين حلقتنا النهارده. الاهلي وصل تدريباته استعدادا لمواجهه بيراميدز. لاسارتي للاعب الاهلي، لا اقبل الا النجاح واكره الفشل. محمد يوسف، مباراة بيراميدز مهمة ونسعى لاستعادة الانتصارات. الأهلي يطلب بطاقتي رمضان وجيرالدو. اليوم فتح باب القيد للانتقالات الشتوية في اتحاد الكورة. لجنة تفتيش من الكاف تصل القاهرة لمعاينة الملاعب المصرية. محمد صلاح في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب أفريقي. وهنبتدي كالعادة بأهم الكلام والأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الصحافة. الأهرام، الأهلي يغري أنبي بثلاث لاعبين لضم حمدي فتحي. الأخبار، الأهلي يكثف مفاوضاته مع الشحات وبيراميدز يعرقل الصفقة. انفراجة في مفاوضات حمدي فتحي وطلب بطاقة رمضان وجيرالدو وتجهيز نضبط لرقابة كينو. الجمهورية، الأهلي يطلب بطاقتي رمضان وجيرالدو، لاسارتي يشكو أرضية التتش. المسا، لاسارتي للاعب الأهلي، لا أقبل إلا النجاح وأكره الفشل، الفوز على بيراميدز بدايتنا معا. الأخبار، المساء، الانسجام خارج حسابات الأهلي، صبحي ومحمود وجيرالدو في الصورة للمشاركة أمام بيراميدز. الدستور، الأهلي يقيد الرباعي الجديد ولاسارتي تحديد أسماء الراحلين خلال 10 أيام. روزل يوسف، لاسارتي يستكشف نجوم الاهلي، الاراجواني يتعرف على اللاعبين في الجلسات المنفرده. الشروق بحضور جماهيري كبير، الاهلي يواجه فيتا كلاب الكونغولي على استاد برج العرب. مورجان، الفريق سيبقى في اسكندريه بعد مواجهه سموحه، واثق في وعي ومؤازره الجمهور في هذه الفتره الصعبه. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم تفاصيل اهم الاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي في الصحف.
رجعنا سريعا ونبتدي معاكم حلقتنا بتفاصيل اهم الاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي في الصحافه. هنبتدي من الاهرام اللي قالت ان امير توفيق مدير التعاقدات وتسويق اللاعبين في النادي الاهلي عمل مجهود كبير جدا عشان ينهي ازمه البطاقه الدوليه لثنائي الفريق الجديد رمضان صبحي والانجولي جيرالدو عشان يقيدهم في قائمه الفريق المحليه، وبعد توفيق اختيارات رسميه لهدرسفيلد تاون عشان يبعت بطاقه رمضان صبحي، ونفس برضو الموضوع بالنسبه لجيرالدو من فريق اول اغسطس الانجولي. كثفت إدارة التعاقدات من مجهودها عشان تضم حمدي فتحي لاعب وسط أنفي، واللي تمسك بضمه طبعا للقلعة الحمراء، ورفع النادي الأهلي عرضه ل 20 مليون جنيه بالإضافة لثلاث لعيبة إعارة، وهيتم الإعلان من الجانبين أنفي والنادي الأهلي قبل نهاية الأسبوع ده انضمام حمدي فتحي بشكل رسمي للنادي الأهلي. كمان أشاد المدير الفني الجديد الأوروجواني مارتين لاسارتي بقدرة صبحي، وواضح ده جدا طبعا من خلال اهتمامه بيه في التدريبات بعد ما عقد جلسه معاه في التمرين الاول، وكمان عقد جلسه ثانيه ضمت رمضان صبحي وليد سليمان ومحمد هاني وحسام عاشور، واظهرت الجلسات الفرديه والجماعيه اللي عقدها المدرب الجديد ملامح التشكيله الرئيسيه واللي هيعتمد عليها قصاد فريق بيراميدز. ومن المتوقع كمان ان يبدا بتشكيل مكون من شريف اكرامي او محمد الشناوي في حراسه المرمى، وقدامه كريم ندبد ومحمد هاني وايمن اشرف وعلي معلول وحسام عاشور وعمرو السوليه ونصر ماهر ورمضان صبحي وليد سليمان ووليد ازارو، وطبعا في اتجاه للعب بمحمد محمود بدل عمرو السوليه جانب حسام عاشور. من جريدة الأهرام نروح لجريدة الأخبار المسائي اللي قالت إن شعار النادي الأهلي في المرحلة الحالية هو الصراع مع الأيام والرغبة في التغيير السريع. قالت كمان إن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة لاسارتي حط خطط عاجلة لإنجازها بسرعة، وده عشان حسم أكتر من ملف في الوقت اللي بيستعد فيه طبعا الفريق بقوة لمباراة بيراميدز، واللي هتقام يوم الجمعة اللي جاية إن شاء الله في الدوري، واللي بتحظى أكيد باهتمام كبير جدا من كل المسؤولين في النادي الأهلي، والتأكيد كمان الجهاز الفني واللعيبة، وده انها المباراه الاولى للمدير الفني. وكمان قالت الاخبار ان المدير الفني الغى نظريه الانسجام وحرص على دخول مجموعه اللعيبه الجداد في قوام الفريق والتعامل مع الكل باهميه واحده، وده لرغبته في الاستعانه بالوفدين الجداد او على الاقل اثنين لعيبه في المباراه القادمه قصاد بيراميدز. طلب المدير الفني قيد رمضان صبحي وجيرالدو ومحمد محمود بالاضافه للثنائي محمود وحيد ولاعب الفريق صالح جمعه اللي موجود في قائمه الانتظار. بيحظى الثلاثي الاول باهتمام كبير من لاسارتي للعب بيهم في المباراه اللي جايه، وهيتم طبعا حسم ملفات باقي الاسامي المرشحه للقيد او لانضمامها خلال الايام اللي جايه. كمان حظى ملف الجهاز الطبي باهتمام كبير جدا في بدايه مهمه المدير الفني مارتين لاسارتي، وتمت الاستعانه باخصائي التاهيل محمد وفائي مع امكانيه اجراء هيكله جديده للجهاز الطبي في الفريق بناء على رؤيه المدير الفني. ومن المتوقع ان يبعت النادي الأهلي الأسامي الخمسة للقيد في قائمة الفريق، وهيتم تأجيل ملف الاستبدال، وبيحق طبعا للنادي الأهلي ان هو يقيد خمس لعيبة بداية من النهاردة، ويقدر ان هو يستبدل اي عدد من اللعيبة لحد نهاية الشهر الجاري. كمان المدير الفني طلب يحصل صيانة شاملة ودورية لأرضية ملعب مختار التتش، وكمان اقترح ان يتنقل التدريبات بره الملعب لحد ما يتم إصلاح أرضيته. للمثال مسا كمان قالت ان مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي طلب من لعيبه الفريق الفوز في مباراه الجمعه اللي جايه قصاد بيراميدز في الدوري، واكد عليهم ان المباراه دي الفوز فيها مهم جدا لانها في بدايه مرحله جديده وانها اول مباراه رسميه ليه في قياده الفريق، وقال كمان ان هو شخصيا ما بيحبش الفشل وما بيعرفش غير النجاح. كمان تأكد في الفترة دي ان استاد برج العرب هيستضيف مباراة النادي الاهلي وفيتا كلاب الكونغولي في بداية مباريات الفريق في دور المجموعات في بطولة دوري ابطال افريقيا. اكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي ان اقامة المباراة على برج العرب هتسمح للنادي ان هو يطلب بحضور عدد كبير من الجماهير عشان تقدر تساند النادي الاهلي، وقال ان هو هيتواصل مع الجهات الامنية عشان يقفوا على العدد النهائي لحضور الجمهور، واللي هيكون ليه اكيد دور كبير جدا لدعم الفريق في بداية البطولة واللي بيسعى عليها النادي الأهلي ان هو يحصل على اللقب فيها ويكون اللقب التاسع. كمان قال مرجان ان الفريق هيواجه فريق سموحة يوم 8 يناير الحالي في بطولة الدوري على استاد برج العرب، وهيفضل او هيستمر الفريق هناك لحد ميعاد مباراة فيتا كلوب، والمتوقع عليها ان هي تكون يوم 12 يناير الحالي.
ده كان اهم الكلام اللي اتقال عن النادي الاهلي في الجرايد. تعالوا دلوقتي نشوف اخبار النادي الاهلي لكن من على مواقع الانترنت. الموقع الرسمي للنادي الاهلي: الاهلي يواصل تدريباته اليوم استعدادا لمواجهه بيراميدز. بوابه الاهرام: مدرب الاهلي يدرس بيراميدز بالفيديو. بوابه اخبار اليوم: الاهلي يحاول تجهيز ازارو لمباراه بيراميدز. الموقع الرسمي للنادي الاهلي: محمد يوسف في مباراه بيراميدز مهمه ونسعى لاستعاده الانتصارات. البوابة سبورت: فحص طبي لحسام عاشور في مران الأهلي. بوابة الشروق: نجيب ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية بعد مواجهة بيراميدز. اليوم السابع: الأهلي يعلن موعد عودة رامي ربيعة للتدريبات بعد غياب عام. بوابة المصري اليوم: رمضان صبحي جاهز لخوض المباريات وسأفيد الأهلي بخبراتي في البريمير ليج. بوابة الشروق: مدرب يد الأهلي يجتمع بالجهاز الفني لبحث برنامج إعداد الفريق. نروح معاكم سريعا لتفاصيل اهم الاخبار اللي اتقالت على النادي الاهلي من خلال مواقع الانترنت، وهنبتدي مع الموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان الفريق الاول لكره القدم في الاهلي بيواصل تدريباته النهارده يوم الثلاث استعدادا لمواجهه بيراميدز والمقرر ليها يوم الجمعه اللي جاي في اطار منافسات مسابقه الدوري الممتاز. هيبدا تجمع لعيبه النادي الاهلي النهارده الساعه 3، وهو خلاص ابتدى من ساعتين، هيخوضوا مرانهم الساعه 4 استعدادا لمواجهه بيراميدز اللي جايه. النادي الاهلي تعادل ايجابيا 2-2 قصاد الداخليه في اللقاء المؤجل من الاسبوع السادس في مسابقه الدوري الممتاز، ورفع النادي الاهلي رصيده ل 24 نقطه في جدول الدوري. كمان بوابه الاهرام قالت ان الاوروجواياني مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الاول لكره القدم في الاهلي حصل على عدد من الشرايط الخاصه بفريق بيراميدز عشان يقدر يدرس نقاط القوه والضعف في صفوف الفريق قبل مواجهه يوم الجمعه اللي جايه اللي هتجمع ما بين الفريقين في اطار منافسات مسابقه الدوري الممتاز. بيسعى لاسارتي للوقوف على كافه الامور الفنيه والتكتيكيه والخططيه الخاصه بالفريق المنافس عشان يقدر يستعد بشكل جيد للمباراه. لقاء بيراميدز القادم يكون أول مباراة رسمية بيقودها لاسارتي بعد ما تولى مهمة قيادة النادي الأهلي بشكل رسمي. لاسارتي كمان بدأ قيادة تدريبات النادي الأهلي في خلال اليومين اللي فاتوا بعد ما تولى المسؤولية الفنية رسميا. كمان بوابة أخبار اليوم قالت أن الجهاز الطبي للنادي الأهلي بيسعى لتجهيز المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق عشان يقدر يلحق مواجهة بيراميدز اللي جاية اللي هي طبعا هتكون الجمعة القادمة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. أزارو تغيب عن تمرين الفريق الجماعي امبارح بسبب ارتفاع درجة حرارته ومعاناته من نزلة برد شديدة حرمته أن هو يخوض تدريبات الكورة. كمان قال خالد محمود طبيب الفريق أن أزارو حصل على عدد من الأدوية والمسكنات عشان تخفض من حرارته، وقال كمان الطبيب ان فرص لحاق اللاعب بمباراه بيراميدز هتكون قويه، واكد طبعا ان اللاعب هيخضع لفحص طبي قبل انطلاق تمرين الفريق النهارده. كمان الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان محمد يوسف المدرب العام في الفريق الاول لكره القدم في الاهلي اكد اهميه مباراه بيراميدز اللي جايه والمقرر ليها ان شاء الله يوم الجمعه في اطار منافسات مسابقه الدوري الممتاز. قال كمان ان مباراه بيراميدز هتكون صعبه وهتكون قويه جدا كما هو الحال مع جميع المباريات، خصوصا انها ما فيش دلوقتي مباريات سهله او صعبه في كره القدم. كرة القدم لا تعترف سوى بالجهد والعرق داخل الملعب، وكمان قال ان الفريق بيتطلع لتحقيق الفوز في المباراة اللي جاية عشان يقدر يستعيد لغة الانتصارات مرة تانية بعد التعادل مؤخرا قصاد الداخلية وخسارة نقطتين مهمين في مشوار الفريق في المسابقة المحلية. كمان قال محمد يوسف ان مباراة بيراميدز هتكون ليها اهمية بسبب ان هي طبعا مواجهة مع منافس على المركز او المراكز الاولى في جدول الترتيب، وده اللي معناه ان الفوز فيها بيدي الفريق 6 نقط
خصوصا طبعا ان الفوز فيها بيحرم المنافس من 3 نقط في مشواره في الدوري. وقال كمان المدرب العام للفريق ان في حاله تركيز كبيره جدا من كل لعيبه النادي الاهلي ورغبه قويه في تحقيق الفوز لاستعاده الانتصارات مره ثانيه في الدوري الممتاز، واكد ان الفريق جاهز لتقديم اداء مميز بيقوده للهدف المنشود وهو حصد 3 نقط. كمان البوابة سبورت قالت ان حسام عاشور لاعب خط وسط الفريق الاول لكرة القدم في النادي الاهلي بيخضع لفحص طبي قبل انطلاق التمرين النهارده مساء عشان يحسم موقفه بشان التواجد في التدريبات الجماعية. عاشور اشتكى من بعض الالام في كاحل القدم امبارح بعد انتهاء الميران الصباحي وخضع لفحوصات طبية وطبعا بتتجدد قبل تمرين النهارده عشان يتاكدوا من سلامته تماما قبل ما يتمرن النهارده او قبل ما يشارك النهارده في التدريبات الجماعية. حسام عاشور طبعا رجع اول امبارح يوم الاحد للمشاركه في التدريبات بعد ما تعافى من الاصابه في كاحل القدم. بوابة الشروق كمان قالت ان محمد نجيب مدافع الفريق الاول لكرة القدم هيرجع للمشاركة في التمرين الجماعي بعد مواجهة بيراميدز اللي هتقام يوم الجمعة اللي جاية والمؤجلة من الاسبوع الثامن في بطولة الدوري العام. اتعافى نجيب من الاصابة اللي تعرض ليها بقطع في الرباط الداخلي للركبة وخضع لبرنامج تأهيلي تحت اشراف طارق عبد العزيز اخصائي التأهيل خلال الفترة اللي فاتت، وحدد الجهاز الطبي اسبوع لرجوع نجيب للمشاركة مرة ثانية في التمرين الجماعي بعد ما بعد فترة طويلة بسبب إصابته. كمان اليوم السابع قالت ان رامي ربيع مدافع نادي الاهلي قطع شوط كبير في البرنامج التاهيلي اللي بيخضع عليه في الفتره الحاليه وحدد الجهاز الطبي اسبوع لرجوعه مره ثانيه للمشاركه في التمرين الجماعي. وطبعا بيتوقف القرار النهائي لرجوع رامي ربيع للتمرين على الاشعه اللي هيعملها اللاعب الاسبوع اللي جاي عشان يتعرف بشكل اكبر على مدى التحسن في الاصابه اللي تعرض ليها في ايديه قبل رجوعه للتدريبات الجماعيه. خضع ربيع لبرنامج علاجي وتاهيلي في الفتره الاخيره بعد ما غاب عن المشاركه الجماعيه بسبب اصابه في ايديه. لينا دلوقتي هاتفيا زميلنا الشريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي عشان يطمنا على تدريبات الفريق المقامة حاليا على استاد مختار التتش. مساء الخير عليك يا شريف. مساء الخير عليك شيماء وعلى كل من شاهدي قناة النادي الأهلي، ومساء سعيد عليك وعلى كل الأهلاوية وكل المسلمين بإذن الله، ويكون عام جديد عام سعيد وسعيد ازاي يكون الانتشارات كلها في عام 2019 النادي الأهلي. يا رب إن شاء الله كل سنة وأنت طيب. وطبعا عايز أطمن منك على الفريق النهاردة وعلى التدريبات الجماعية. احنا عارفين ان الفريق اتجمع الساعة 3 والمفروض ان التمرين كان يبتدي الساعة 4 يمكن من ساعة او اكتر شوية. تمام بالفعل يمكن شيما التمرين مستمر امامي، يمكن مستر الرشارتي بيعمل دلوقتي تقسيمة كبيرة يمكن اشبه من المباراة، وكان بيعطي تعليمات صارمة لوسط الملعب اذا كان السولية او هشام محمد راجل بيتكلم معاهم فترة كبيرة جدا، وكان بيديهم تعليمات باين ان هو بيحب الطبع الهجومي، باين بيحب ان الكوره تخرج من الشباكات او من المباراه بشكل سليم لقدام مش لورا. خليني اقول لك ان كان التمرين بدا في الرابعه عصرا، كان في اجتماع مع اللاعبين يعني مع الجهاز الفني، كان شبح حفيظ بيتكلم فيه ولا كنت بيتكلم فيه مع اللاعبين حوالي 5 دقائق، يمكن يتكلموا عن التركيز فقط في مباراه الدوري والثلاث نقاط والظهور باداء يشرف النادي الاهلي. يمكن كان في اجتماع المدير الفني مع ازارو واجتماع ايضا مع المدير الفني مع محمد يوسف لفتره طويله جدا، وبعد كده رسالة اجتماع مع وليد سليمان يمكن برضه في ارض الملعب كلها اجتماعات سريعه، ولكن من الهدف منها تحديد اللاعبين التركيز في المرحله المقبله. يمكن كان في تدريبات بدنيه النهارده قويه جدا في التمرين، وبعد كده كان في ثلاث تقسيم الفرق لثلاث مجموعات من لمسه واحده والضغط على الخصم، وفي نهايه التمرين في تقسيمه كبيره بيجريها المدير الفني لقطع تشكيل المباراه، ويمكن هتكون يمكن مفاجاه باذن الله هيكون في وقت جديد مفاجاه جديده في تشكيل المباراه يوم الجمعه المقبل نتمنى باذن الله تكون تنتهي فوز النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله. على الجانب الاخر تمرين الحراس اكرامي الشناوي لطفي شوبير مصطفى شوبير تمرين على اعلى مستوى، يمكن الاربع حراس بيعملوا جاهزيتهم طبعا، يمكن الاقرب هيكون شريف اكرامي، التأهيل مستمر رامي ربيعه طه سمير صلاح محسن، يمكن الثلاثه بيتأهلوا بشكل ممتاز، ويمكن خلاص رامي ربيعه بيقترب جدا من الرجوع مره اخرى، يمكن محمد نجيب ايضا بيقترب من الرجوع، سعد سمير وصلاح محسن لسه بنتكلم حوالي اسبوعين زي ما قلت لك، التمرين
مستمر امامي، يمكن تقسيمه شغاله ورشيته كل شويه شايفه امامي الان بيوقف التقسيمه وبيعطي تعليمات بصح اخطاء. راجل بيحب طبع الكره الهجوميه، راجل دلوقتي الامامي بيشدد على ان الكره تخرج بشكل سليم، محدش يلعب الطويله، يبقى في تحضير من تحت ويبقى في استلام وتسلم جيد للكره وبناء الهجمه يكون من الخلف، ما يكونش بشكل طولي اشبه بالكره القديمه شويه. شكرا لك شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي المتواجد دلوقتي في تدريب النادي الأهلي المسائي اللي ابتدى مساء يمكن من ساعة ونص تقريبا. نرجع مرة تانية لأخبارنا، أخبار النادي الأهلي من على مواقع الإنترنت، وبنوصل لبوابة مصر اليوم اللي قالت إن رمضان صبحي المنضم لصفوف الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي على سبيل الإعارة من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، قال إن هو جاهز تماما إن هو يخوض المباريات خلال الفترة اللي جاية وإنه كان بيتمرن بقوة خلال الفترة اللي فاتت، ولفت إن هو مستني طبعا إشارة الجهاز الفني للمشاركة في المباريات وإنه حاسس بالشعور بالحماس الكبير جدا عشان يقدر يلعب ويساهم في انتصارات النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. وكمان قال رمضان صبحي المنافسة قوية وشريفة على مركز الجناح المهاجم في الفريق في ظل تواجد مجموعة من اللاعبين المميزين، وعن وجود الأوروغواني مارتين لاسارتي على رأس الجهاز الفني قال ذلك يمثل حافز للجميع، فقد تحدث مع الجميع عن أهمية التركيز الشديد والاجتهاد في الملعب من أجل تحقيق الانتصارات، وأكد رمضان صبحي أنه هو هيعمل كل اللي عنده وشكل الفريق أكيد هيكون أفضل خلال الدور الثاني في مسابقة الدوري الممتاز وفي بطولة أفريقيا بعد التدعيمات اللي تمت خلال الفترة الأخيرة. وقال استفدت بشكل كبير من تواجدي في الدوري الإنجليزي أو البريمير ليج لمدة موسم ونص، وسأجتهد لإفادة الفريق من خلال هذه التجربة. كمان بوابة الشروق قالت ان السلوفيني نيكولا ماركوفيتش المدير الفني الجديد للفريق الاول لكرة اليد الرجال في النادي الاهلي عقد اجتماع مهم مع الجهاز الفني للفريق عشان يرسم ملامح الفترة اللي جاية ويعد اللاعبين للمنافسة على كل البطولات. بحث ماركوفيتش مع عمر شوقي مدير الجهاز ومحمد عادل المدرب العام وضع برنامج اعداد مصغر في ظل توقف مسابقة الدوري بسبب معسكر المنتخب الوطني واللي بيخوض منافسات بطولة العالم خلال الايام اللي جاية. تسلم المدرب السلوفيني الفريق من الفريق تقرير عن اللاعبين، وده طبعا بيشمل معدل الاعمار والاحصائيات الخاصه بكل لاعب، وتقرير ثاني عن نظام المسابقات المحليه في مصر، بالاضافه لتقرير ثالث عن ارتباطات الفريق الافريقيه. هيشارك طبعا في بطوله كاس الكؤوس الى جانب المنافسه برده على لقب بطوله كاس السوبر الافريقي. مشاهدينا معنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع بعد كده نكمل معاكم بقيه فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معنا. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج. اليوم السابع اتحاد الكرة يخاطب الكاف لتأجيل مباراة الأهلي وفيتا كلوب. الفجر اليوم فتح باب القيد للانتقالات الشتوية في اتحاد الكرة. بوابة الأخبار شؤون اللاعبين تصدم الإسماعيلي والمصري، شيكاتكم بدون رصيد. صدى البلد لجنة تفتيش من الكاف لحسم استضافة مصر بطولة الأمم الأفريقية 2019. الوفد رسميا الكاف يضع محمد صلاح في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب أفريقي. وان تري محمد صلاح يحصد جائزة جديدة. الشروق النني على أبواب ليستر سيتي. بطولات تريزيجيه ومهاجم قاسم باشا ضمن أولويات جلطة سراي في الميركاتو الشتوي. الشروق نابولي ينضم لكتيبة الراغبين في التعاقد مع تريزيجيه. سكاي نيوز مدرب ليفربول نحن جائعون. كأس الأسبانية يوفنتوس ينصب كمين جديد لريال مدريد في دبي لخطف ثلاثة من نجومه. سبورت 360 رونالدو يستعد للعودة لمنتخب البرتغال في 2019.
نروح معاك كل تفاصيل اهم الاخبار، وهنبتدي من اليوم السابع اخبارنا المحليه. يوم السابع قال ان ارسل مجلس اداره اتحاد الكوره خطاب للاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف، بيطلب فيه تاجيل مباراه النادي الاهلي وفيتا كلاب الكونغولي في افتتاح مشوار الفريقين في دوري المجموعات الافريقي احد ايام 11 او 12 يناير الجاري. جه سبب ارسال الجبليه طلب تاجيل المباراه بسبب ارتباط الفريق الاحمر بمباراه في الدوري قصاد سموحه يوم 8 من نفس الشهر ضمن مؤجلات الجولة الثامنة في المسابقة. بوابة الأخبار كمان قالت أن قررت لجنة شؤون اللعيبة بشكل رسمي اختار نادي الإسماعيلي والنادي المصري البورسعيدي بالحرمان من قيد أي لاعب جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية واللي هتبتدي النهاردة يوم الثلاث بسبب المديونات. وكمان استقرت لجنة شؤون اللاعبين على عدم السماح للأندية المدينة لاتحاد الكورة أو لمدربين أو لعيبة سابقين أو حتى لعيبة حاليين عندهم بقيد أي لاعب خلال الفترة الشتوية. كمان اختارت نادي المصري البورسعيدي والنادي الإسماعيلي بالقرار. وكمان قال مصدر في لجنة شؤون اللعيبة أن نادي الإسماعيلي والمصري البورسعيدي مديونين لاتحاد الكرة والبعض اللاعبين والمدربين السابقين وتقدموا بشكاوى متعددة للجبلية. ولما قررت اللجنة أنها تحصل الشيكات الصادرة عن الناديين لقيتهم من غير رصيد. كمان صدى البلد قال ان بتصل اليوم لجنه تفتيش خاصه من الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف لمصر عشان تتفقد وتعاين الملاعب الخاصه باستضافه بطوله الامم الافريقيه والمقرر اقامتها في شهر يونيو اللي جاي بجانب تفقد المنشات الخاصه بالاقامه ووسائل المواصلات. ومن المقرر ان تستمر لجنه التفتيش في مصر لعده ايام قبل ما ترسل تقرير مفصل للمكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي عشان يقفوا طبعا على امكانيه تنظيم البطوله في مصر من عدمها. وكان الاتحاد الافريقي اعلن ان هو هيحدد ان شاء الله البلد المستضيفه لبطوله الامم الافريقيه يوم 9 يناير اللي جاي، وتتصارع طبعا مصر مع جنوب افريقيا عشان تحصل على شرف تنظيم البطوله. كمان الوفد قالت ان وضع الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وليفربول الانجليزي في القائمه النهائيه لجائزه افضل لاعب في افريقيا من المحترفين خارج القاره السمراء. ضمت القائمه محمد صلاح وساديو ماني هداف السنغال وليفربول وبيير امريك اوباميانج مهاجم الجابون وارسنال. كمان اعلن الكاف عن افضل او يعلن ان شاء الله عن افضل لاعب يوم 8 يناير اللي جاي في حفل بيقام في السنغال. كمان وان ثري قالت ان منحت صحيفه ستار افريكا محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي جائزه افضل لاعب عربي في قاره افريقيا لسنه 2018. تفوق محمد صلاح على رياض محرز نجم مانشستر سيتي الانجليزي ووهبي الخزري لاعب سانت اتيان الفرنسي وحكيم زياش لاعب اياكس امستردام الهولندي. كمان الشروق قالت انه بيقترب محمد النني نجم المنتخب الوطني الاول ولاعب ارسنال الانجليزي من الرحيل عن صفوف الجانرز خلال فتره الانتقالات الشتويه الجاريه، وده بسبب خروجه من حسابات يوناي امري المدير الفني للجانرز. وكمان قال موقع ليستر شاير لايف البريطاني ان اداره ليستر سيتي خطبت اداره ارسنال الانجليزي عشان تحصل على خدمات لاعب خط وسط الفراعنه في يناير الجاري. افادت التقارير الصحفيه البريطانيه ان محمد النني هيكون سعيد في حالة أنه هو رحل عن صفوف الأرسنال في الشتاء الجاري سواء كان على سبيل الإعارة أو حتى الشراء. شارك النني في 7 مباريات بس في الموسم الحالي، منهم مباراة واحدة بس في البريمير ليج ومباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي وخمسة في الدوري الأوروبي، صنع خلالهم هدف واحد. كمان الشروق قالت ان تلقى قاسم باشا التركي عرض جديد من الدوري الايطالي للتعاقد مع محمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب الوطني والفريق التركي خلال فتره الانتقالات الشتويه الحاليه. ووفقا للتقارير الصحفيه التركيه فان نادي نابولي وصيف الدوري الايطالي اتقدم بعرض للتعاقد مع نجم المنتخب الوطني عشان يكون ثالث فريق ايطالي بيهتم بالتعاقد مع تريزيجيه بعد روما ولاتسيو. واوضحت كمان الصحيفه التركيه ان العرض الايطالي الجديد يقدر ان هو يرفع
القيمة المالية للاعب، وده طبعا هيصعب مهمة فريق فنربخشة التركي واللي ارتبط اسمه برضو خلال الفترة الأخيرة بالتعاقد مع اللاعب، بالإضافة لنادي بشكتاش وجالتا سراي من الدوري التركي. كمان الصحيفة ما قالتش أي تفاصيل مالية عن عرض نابولي الإيطالي واللي بينافس يوفنتوس على لقب الكالتشو ولقب الدوري الأوروبي بعد الخروج من مجموعات دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي. وبيعتبر طبعا عرض نابولي هو العرض التاسع اللي بيوصل لنادي قاسم باشا التركي عشان يتعاقدوا مع محمود حسن تريزيجيه، سبقوا ثلاث عروض قبل كده من الدوري التركي بالإضافة لعرضين من الدوري الإيطالي وزيهم من الدوري السعودي وعرض ألماني من فريق شتوتغارت الألماني. كمان إدارة قاسم باشا حددت خلال الأيام الأخيرة مبلغ 8 مليون يورو عشان توافق على بيع اللاعب للاتسيو في يناير وفقا للتقارير الصحفية التركية. كمان سكاي نيوز قالت ان يورجن كلوب المدير الفني الالماني لفريق ليفربول الانجليزي اكد ان افضليه ليفربول على مان سيتي في الدوري الانجليزي مش هتاثر على نهج الريدز في المباراه القادمه يوم الخميس اللي هتجمع الطرفين في قمه المرحله ال21 من البريمير ليج. بيدخل ليفربول صاحب السجل الخالي من الهزايم مباراه مانشستر سيتي بفرق 7 نقط عن لاعبين بيب جوارديولا، لكن يورجن كلوب اكد مره ثانيه انه مش بيدي ده اي اهتمام وبيحاول ان هو دايما يركز على التحضير للمباراه اللي جايه، واكد كمان ان ليفربول هيقدم افضل اللي عنده عشان يقدر يحقق نتيجه ايجابيه. حقق طبعا فريق يورجن كلوب انتصارين كبيرين في المرحلتين السابقتين من البريمير ليج لما فاز على نيوكاسل يونايتد ب4 أهداف نظيفه، وبعد كده سحق الارسنال ب5 أهداف مقابل هدف واحد. شهدت المباراتين السابقتين جدل بسبب طبعا اتهام لمحمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ومنتخبنا الوطني الاول ان هو بيحصل على ركلات جزاء في كل مباراه، نجح ان هو طبعا يسجلهم ورفع رصيده برده من الاهداف ل13 هدف عشان يكون في صداره الهدافين متساوي مع نجم ارسنال اوباميانج ونجم توتنهام هاري كين. كمان أسلا أسبانية قالت ان في تقارير ايطاليه طلعت النهارده يوم الثلاث كشفت النقاب عن خطه جديده من نادي يوفنتوس حامل لقب بطوله الدوري الايطالي ومتصدر جدول ترتيب البطوله في الموسم الجاري عشان يخطف 3 لعيبه من ابرز نجوم نادي ريال مدريد الاسباني في الفتره اللي جايه في تكرار لتجربه البرتغالي كريستيانو رونالدو. طبعا الاخبار دي او الصحيفه صحيفه توتو سبورت الايطاليه قالت ان اداره نادي يوفنتوس كلفت المدير الرياضي للنادي فابيو بارتيسي من اجل التواصل لاتفاق مع 3 من ابرز نجوم ريال مدريد خلال حفل توزيع جوائز الجلوب سوكر والمقرر ليها تكون في دبي الاماراتيه ان شاء الله خلال الشهر الجاري. كشفت الصحيفه ان اللعيبه الثلاثه اللي بيستهدفهم يوفنتوس هم الظهير الايسر البرازيلي مارسيلو ولاعب الوسط الموهوب اسكو البعيد حاليا عن حسابات المدير الفني للفريق سولاري في مباريات الفريق، واخيرا الكولومبي خيمس رودريجيز نجم الفريق المعار لبايرن ميونخ الالماني لحد نهايه الموسم الجاري. كمان سبورت 360 قالت ان اكد كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ويوفنتوس الايطالي انه هيكون تحت تصرف مدرب منتخب بلاده فرناندو سانتوس في 2019 بعد ما غاب عن التشكيله في اعقاب مشاركته في مونديال روسيا 2018، وما خدش رونالدو اي مباراه مع منتخب بلاده من ساعه الخروج من الدور ثمن النهائي للمونديال الروسي الاخير، ودي خطوه سعى خلالها صاروخ مدار ان هو ياخد وقت كافي عشان يقدر يتاقلم مع نادي الجديد يوفنتوس الايطالي، الا انه افضل طبعا لاعب في العالم 5 مرات لمح في مقابلته مع صحيفه ريكورد البرتغاليه مساء امس ان رجوعه للمنتخب هيكون قريب جدا، واكد نيته طبعا ان هو يكون في 2019 تحت تصرف المدرب فرناندو سانتوس. وبعد بدايه عانى خلالها من عقم تهديفي قدر كريستيانو رونالدو ان هو يتصدر في الوقت الحالي ترتيب هدافين الدوري الايطالي ب14 هدف، وفي غياب رونالدو كمان بلغ المنتخب البرتغالي نص نهائي دوري الأمم الأوروبية، دي طبعا المسابقة الجديدة من الاتحاد القاري للعبة في هذا الموسم. كمان هيواجه نظيره السويسري المنتخب البرتغالي، وكمان هيجمع نص النهائي الثاني ما بين إنجلترا وهولندا.
مشاهدينا معانا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع بعد كده نكمل معاكم بقيه فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره السوشيال ميديا وهنبتديها بالصفحه الرسميه للنادي الاهلي اللي نشرت صوره لمهاجم الفريق وليد ازارو ومعاها تهنئه بالعام الجديد، وكتبت نتمنى لكل جمهورنا حول العالم عام جديد سعيد مليء بالانجازات ومزيد من الانتصارات والبطولات معاكم. كمان كتب استاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي على تويتر عام جديد سعيد عليكم، رزقكم الله في الصحه والسعاده وابعد عنكم كل شرور. كمان نشرت رانيا علواني عضو مجلس اداره النادي الاهلي صوره ليها على الفيسبوك وكتبت كل عام وانتم بخير عام جديد سعيد. كتب كمان عمرو السوليه لاعب الاهلي على تويتر كل عام وانتم بخير وسنه سعيده على الجميع. كتب محمد هاني لاعب الاهلي على تويتر كانوا 365 يوم ستر وفضل وصحه ولطف ونعم كتير من رب العالمين، اللهم لك الحمد والشكر. ناصر ماهر كمان لاعب النادي الاهلي نشر صوره على تويتر وعلق عليها وكتب اول دعوه في 2019 اللهم عاما دون ذنب او حزن او فراق او حرمان او كسره او فشل او شماته او صدمه، اللهم عاما يرضيك فيرضينا وبكاء من كتر الفرحه يغرق عينينا، كل سنه وانتم طيبين جميعا وبخير دايما. كمان نشرت الصفحه الرسميه لاتحاد الكوره على تويتر تهنئه بالعام الجديد وكتبت الاتحاد المصري لكره القدم بيهني جمهور الكره المصريه بالعام الجديد كل عام وانتم بخير. كمان نشر عمرو طارق المحترف نيويورك ريد بولز الامريكي صوره على تويتر من الحرم المكي وكتب احساس ختام سنه 2018 وبدايه عام 2019 في مكان سحري زي ده، الحمد لله على العام الماضي. كمان كتب علي غزال لاعب المنتخب الوطني على تويتر اللهم اغفر لنا ما مضى وبارك لنا فيما هو ات كل عام وانتم بخير. نشر كمان صلاح نجم ليفربول الانجليزي صوره على الانستغرام وكتب 2019. لوفرن لاعب ليفربول نشر على الانستغرام سكرين شوت من كونفرزيشن طريفه ما بينه وبين محمد صلاح على الواتساب بيهنيه بالسنه الجديده وساله محمد صلاح انا بس بعت لك كل سنه وانت طيب عشان اسالك عن ميعاد التمرين بكره هل هو الساعه 3:30؟ علق ليفرين على الصوره وكتب هل عندكم صديق زي ده؟ لو عندك اعمل له تاج وانا هعمل تاج لصديقي مو صلاح. كمان نشر تشامبرلين لاعب ليفربول صوره على الانستغرام لابرز لحظات 2018 وكتب عام من الصعود والهبوط ولكن ندخل العام الجديد بكل الايجابيه تجاه ما ينتظرنا، شكرا على دعمكم. كمان جو جوميز لاعب ريتس نشر صوره ليه على انستغرام وكتب ممتن لكل نعمه ودرس في هذا العام، سنه جديده سعيده وشكرا لدعمكم. نشر كمان الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الانجليزي صوره على تويتر وكتب كان عام 2018 عام مع بعض الذكريات المدهشه والخاصه، دعونا نجعل 2019 افضل عام جديد سعيد للجميع. كمان ديفيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي نشر صوره على تويتر مع ابنه كتب افضل سنه في حياتي انتهت، اتمنى ليكم جميعا 2019 يكون عام مملوء بالصحه وبالسعاده. اوناي امري مدرب ارسنال الانجليزي نشر صوره لملعب الامارات على تويتر وكتب نتطلع العام الجديد لنجعله افضل من 2018 شيء خاص ان نحتفل ببدايه عام 2019 معكم نحن ارسنال سنه جديده سعيده. لوكا مودريتش كمان لاعب ريال مدريد الاسباني نشر صوره على تويتر مع الجوائز اللي حصل عليها في 2018 اكيد كان ابرزها افضل لاعب في العالم وافضل لاعب في اوروبا وكتب يا له من عام. كمان لوكاس فاسكس لاعب ريال مدريد نشر صوره على تويتر ومع الصوره دي طبعا معاه اسرته فيها وكتب 2019 سعيده. نشر كمان ماركو اسانسيو لاعب ريال مدريد صوره على تويتر وكتب اتمنى لكم سنه جديده سعيده مليانه سعاده وصحه. نشر اندري سيلفا لاعب اشبيليا صوره لي في باريس سان جيرمان او في باريس عفوا على تويتر وكتب سنه جديده سعيده. برضو
ودي كانت اهم طبعا الحاجات اللي حصلت على السوشيال ميديا سواء محليا او عالميا. ودلوقتي هنطلع معاكم لفاصل سريع ونرجع نستقبل ضيفنا استاذ عبد المنعم فهمي مدير تحرير مجله الاهرام الرياضي. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا. منورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ عبد المنعم فهمي مدير تحرير مجله الاهرام الرياضي. مساء الخير على حضرتك منورنا وكل سنه وحضرتك طيب. مساء الخير يا شيما وعام سعيد عليك وعلى الساده المشاهدين. ان شاء الله يكون عام افضل من العام السابق ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يكون عام كله انجازات وبطولات باذن الله. طيب عايزين نبتدي طبعا كلامنا عن لاسارتي مارتين لاسارتي المدير الفني الجديد للنادي الاهلي اللي تولى قياده النادي الاهلي رسميا من ايام يمكن ثالث يوم ليه هو النهاردة. شايف ازاي قيادته للنادي الاهلي في التدريبات الجماعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو المفروض اي مدير فني اجنبي اي نادي او منتخب بيستعين به علشان خاطر يعمل اضافة عن الموجودين المحليين المديرين الفنيين المحليين. المدير الفني الاجنبي لو هو مش هيكون اضافة انا شايف انه سريعا انا بتكلم في المجمل سريعا شكرا عندنا المحليين. بس ده مش طبع النادي الاهلي يعني النادي الاهلي دايما لا انا ما قلتش على النادي الاهلي انا بتكلم في المجمل. انا قلت لحضرتك بتكلم في المجمل. هو الراجل لسه في اول اللي في تدريب شغال دلوقتي ثالث تدريب ليه ولسه احنا هنستكشف كل ملامحه الفنيه وكل اموره الفنيه ومعطياته الفنيه. واذا كان هو مدير فني مش كبير مع الاهلي بيبقى كبير. يعني كل المديرين الفنيين اللي جم على الاهلي وتعاوروا وتعاقبوا على النادي الاهلي كلهم اصبحوا نجوما بفضل النادي الاهلي. أكيد. وكل اسماء كبيره جدا يعني لم يكن نجاحها بالنسبه الكبيره زي هم الانصاف المشهورين. ليه؟ لان النادي الاهلي دايما بامكانياته الفنيه امكانياته البشريه دايما بيساعد المديرين الفنيين على الانطلاق من 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 حاجه معينه من مستوى معين الى مستويات اعلى وارحب. لاسارتي كل الانطباعات اللي جايه عنه انطباعات جيده جدا. في الثلاث ايام دول الناس هتقول لي انت بسرعه لحقت تقول. لا انا بسرعه لحقت اقول ان هو عامل شغل جمل كويسه عامل شغل التخصصي بمعنى ان هو من المديرين الفنيين يعني زي المديرين الفنيين الاجانب دايما بيشتغلوا الحته التخصصيه الحته الايه مثلا يمسك المدافعين مع بعض. صحيح. يشتغل عليهم مش كل اللعيبه بياخدوا نفس القدر من التدريب. بالزبط. صحيح. فهو عامل الجزئيه دي يعني مثلا عجبني برضه هو ان هو مهتم يعني مش سافر البلد يقعد عندهم يقعد 15 يوم او 10 ايام يستجم ويقول لك انا هرجع للنادي الاهلي ولما نرجع نشوف ايه اللي هيحصل. لا واخد معاه سيديهات لمباريات كثيره حوالي 15 مباراه او اكثر شاف كل الناس حتى الصفقات الجديده اللي هي ضمها النادي الاهلي في خلال الايام الاخيره تم اعطائه. كان ليه كمان جلسات مع اغلب اللعيبه الجداد. بالظبط. وكمان في حاجه يعني هو كمان قعد مع لعيبه شايف انها لعيبه تستحق ان تكون في مكان افضل زي ناصر ماهر زي احمد الشيخ الناس المهاريه ديت اللي محتاجه شغل بدني اعلى وبالفعل عمل ده معاهم. واحتمال الناس تشوف ناصر ماهر بشكل مختلف تماما عن الناس اللي شايفينه. ناصر ماهر لعيب كويس جدا لعيب مهاري لكن الفتنس بتاعه مش للدرجه الكافيه. لكن مع لاسارتي ممكن نشوف ناس يعيد اكتشافها مره ثانيه. وخلي بال حضرتك شيء طبيعي ومنطقي ان اي مدير فني اجنبي يجي لازم كل الناس بتحاول تظهر افضل ما لديها. أكيد. المنافسين طبعا بيكونوا عاملين حسابهم مدير فني هيشتغل شغل جديد مع النادي الاهلي. النادي الاهلي بيستعيد مره ثانيه مديرين الفنيين الاجانب اللي ممكن من خلال الاهلي يعمل شغل كويس مع النادي الاهلي وممكن في نفس التوقيت الاهلي يستفيد من هذا المدير الفني الاجنبي اللي انا شايفه جه في وقته بصراحه. اكيد. الاختبار الاول للاسارتي هيكون اختبار صعب قصاد بيراميدز. يمكن جداً. المباراه دي كمان وصفها كابتن محمد يوسف ان المباراه دي بمثابه الفوز فيها بمثابه الحصول نقاط. على ست نقاط. بالزبط. لانها هتقلل طبعا من نقاط الفريق المنافس. مش هيعلى بالنقاط واحنا طبعا النادي الاهلي هيعلى الثلاث نقاط. اللقاء ده لقاء مهم جدا وصعب. شايف ازاي هيخوض مارتين لاسارتي؟ هو الاهلي طبعا مش عشان انا في قراءه النادي الاهلي. الاهلي ما فيش مباراه بالنسبه له ما بيخافش من المنافسين. الاهلي والزمالك دايما ما بيخافوش من المنافسين الاخرين. لكن بيراميدز عامل حاله
لابد ان يحترم الاهلي هذه الحاله، يحترم امكانيات البشريه والماديه والفنيه الموجوده في بيراميدز. صحيح. شيء طبيعي وشيء منطقي. وانا شايف ان وجود لاسارتي اول مباراه لي ده نقطه ايجابيه ليست سلبيه. الناس شايفاها سلبيه، لا شايفها ايجابيه ان مدير فني اجنبي جاي. وهو طبعا اكيد خد الجرعه الكافيه من معلومات ان ده فريق منافس، فريق عنده اداره لا تبخل عليه باموال، اداره صحيح. جابت لعيبه وصلت لمليار جنيه صحيح. حتى هذه اللحظه من الصفقات الشتويه والصيفيه مليار جدا. جنيه يعني خلي بال حضرتك ده رقم انا عارفه كويس جدا. لكن في النهايه انت قدام مدير فني جديد فجاي بطموحات جديده في نفس التوقيت، هو مش في دماغه حته ان بيراميدز فريق قوي فريق منافس، لا هو واحد جاي يشتغل لنفسه، واحد جاي يدي انطباع للنادي الاهلي ان هو ولجمهور النادي الاهلي انه هيلاعب فريق كبير بحجم بيراميدز. فالفوز عليه ده بمثابه بدايه جيده لي مع صحيح. النادي الاهلي، وممكن يعمل شغل كويس جدا بعد كده يبني عليه، وده شيء انا شايفه في مصلحه لاسارتي ومصلحه النادي الاهلي. صحيح. سمعنا النهارده في كلام الجرايد عن النادي الاهلي ان النادي الاهلي عنده نيه او في احتماليه كبيره ان هو يشرك الثلاثي جيرالدو ورمضان صبحي وكمان محمد محمود في اللقاء القادم، والكلام كان بيتقال ان مارتين لاسارتي ما عندوش وقت للانسجام، وقال ان هو هيتعامل مع كل اللعيبه بنفس الاهميه، يعني هو بالنسبه لكلهم سواسيه وهيديهم نفس الاهميه او نفس الاولويه في المشاركه، ولكن هو طالب بضم او بقيد الثلاث لعيبه جيرالدو ورمضان صبحي ومحمد محمود يعني على الفور. والله بصي هو كل لعيبه سواسيه، ولكن انا برضو من يعني من مدرسه اني انا امهل بعض الصفقات الجديده في عدم لعبها سريعا، يعني لازم عشان اقدم صفقات الجديده لازم يكون في حاله من الانسجام. هذه الحاله من الانسجام لا تاتي بيوم ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه، لا محتاجه بعض الوقت. دي بتبقى مدارس، في مدرسه بتفضل ان اللاعب المفروض انت جاي من ناديك جاهز وبدني وكل حاجه وفني، مش عشان انت لاعب كبير المفروض مش هتحتاج كل هذه الجرعات الفنيه، لا انت هتدخل مع الفريق على طول. دي مدارس. المدرسه الثانيه بتقول لا انا استنى شويه عشان خاطر ايه، بدل ما اقدمه للناس بشكل 60% اقدمه بشكل 80% واكثر. لكن في النهايه ده يرجع ليه هو، زي ما قلت لحضرتك ان هو كان واخد معاه بعض الاشرطه لسيديهات اللاعبين وشاف كل اللعيبه وشاف عارف امكانياتهم كويس جدا. لكن ملامح اللي انا شايفها حتى من تدريب النهارده، يمكن انا تابعت بعض الشيء بعض الفعاليات اللي حصلت فيه، هو احتمال كبير لا يلجا الى صفقات الجديده حتى هذه اللحظه، ربما بكره في تدريب بكره ممكن يحصل فيه كلام جديد يختلف، لانه خلي بال حضرتك اي يوم بيعدي على صفقه جديده موجوده في النادي الاهلي بيختلف، بيزيدها ثقه وبيزيدها خبره وفي نفس التوقيت بيخليها تحت اهبه الاستعداد. لكن الصفقات القديمه او اللعيبه القديمه هي اللي هيكون لها دور كبير في هذه المباراه بشكل كبير. لو حبيت اقول لحضرتك حتى على ملامح التشكيل انا جاهز اقول لك عليه، يعني ممكن محمد الشناوي انا عارف ان هو برضه قعد معاه فتره صحيح. كبيره يرجعه مره ثانيه. ممكن في الناحيه اليمنى كريم نيدفيد او كريم وليد، طبعا في نص في القلب هيلعب محمد هاني، ويلعب جنبه ممكن ايمن اشرف على ما وعلي معلول في الناحيه اليسرى، هشام محمد في قلب الملعب وهشام محمد وعمرو السوليه وناصر ماهر واحمد الشيخ، وممكن يعني ما اعرفش بقى رمضان صبحي هل تم فتح باب القيد في السيستم ظهر ولا ما ظهرش. خلينا نتكلم على موضوع القيد لسه ده. برضو تمام. يعني موضوع القيد ده اظهروا وقالوا ان هو بعيد شويه عن الوقت، برضه النهارده عامل شغل كويس في التدريب. صحيح. الامور كلها يعني هنشوفها هتحسن يعني يمكن بكره بالكتير. بكره بالكتير بس احنا بنقول ملامح للناس عشان الناس تعرف برضه الامور اللي شغاله في النادي الاهلي كلها شغاله، ان كل الناس سواسيه وكلهم جاهزين ان هم دي فتره بدايه جديده لاي لاعب، فتره ميركاتو شتوي ان هو يكون في الصوره اللي ضيعنا الكثير بالنسبه له. اكيد طبعا. طيب بمناسبه الكلام عن القيد الشتوي، القيد الشتوي ابتدى النهارده في اتحاد الكوره المصري، لكن اتحاد الكوره بدأ المفروض ده احنا في مصر عملنا حاجه يعني بعد اذن حضرتك مخالفه لوائح الاتحاد الدولي وصمت مريب من اتحاد كره القدم ان تبدا انتقالات شتويه في شهر من 1/12. ده شيء انت حضرتك شفت انتقالات حصلت مع انديه كثيره جدا، ناس اتكلمت وناس راحت وناس تعاقدت والكلام ده. انا شايف يعني انا وجهه نظري الشخصيه ان دي نقطه سلبيه، كان المفروض احنا عندنا ميركاتو شتوي يبتدي من 1/1 ينتهي 31/12، لكن ما اعرفش ازاي نفتح ميركاتو شتوي يحصل في شهر 12. فدي نقطه انا يعني بوجه كلامي للمسؤولين ازاي يتم فتح باب قيد في شهر 12 وانت احنا
المفروض نبتدي بشهر يناير. ماشي، بس القيد حاجه مختلفه عن الاتفاق ما بين الانديه. ده في ناس انتقلت رسميه وخدت فلوس واتدربت كمان، بس ما تمش القيد يعني. أيوة ما تمش تسجيلهم، بس لوائح الاتحاد الدولي تمنع ذلك. انا عايز اقول لحضرتك برضو على حاجه، اصل شهر برضو شهر واحد مش هيكون كافي ابدا للانتقالات والصفقات كبيره كده. احنا برضو لازم تخلي بال حضرتك من نقطه مهمه، نتحدث عن انتقالات شتويه، يعني انتقالات لا تزيد عن اصابع اليد الواحده في ضم لعيبه. احنا مش كل نادي، كل نادي احنا بنضم فتح باب الباب لمصراعيه لضم اي صفقه، وده شيء يعني انا حاسس ان انا قدام ميركاتو صيفي وليس ميركاتو شتوي، ودي غريبه جدا. انا كنت عامل تحقيق في الاهرام الرياضي وصلت فيه لان 500 مليون جنيه مصاريف الانديه في صفقات الانتقالات الشتويه دوري الممتاز. تخيلي حضرتك شتويه فقط في شهر واحد. طب لو في صيف بيبتدي من شهر 8 من شهر 6 ومثلا او ينتهي الموسم في شهر 6 هيكون الرقم عامل ازاي؟ الرقم عامل ازاي؟ احنا داخلين على منعطف صعب جدا في ضم في الميركاتو سواء الصيف او الشتوي. الأندية الشعبية هتعاني في مشاكل كتيرة جدا الأندية، عشان كده محمد فرج عامر مع حافظ الألقاب بيطلب 80 مليون و100 مليون، لأن هو شايف إن السوق اختلف كبير، مع إن السلعة نفسها سعرها واضح ومعروف. صحيح. يعني لو حبيت أقول لحضرتك ياسر إبراهيم سعره الرسمي الموجود في الترانسفير ماركت اللي هو المواقع المهتمة بتسعير اللاعبين 4 مليون جنيه. وصل 100 مليون جنيه ازاي مش عارف، وصل 80 مليون جنيه مش عارف، هيوصل الارقام دي مش عارف. مش بس هو، خلينا نتكلم بصراحه، انا ضربته كمثال، مش هو بس اللاعب المبالغ جدا لحضرتك في عندك ايريك تراوي حضرتك ثمنه سعره السوقي المصري 16 مليون جنيه هيدفع فيه حوالي 60 55 رقم كبير، من 16 ل 55 40 مليون جنيه. إيه هل توقع هيتم الاستمرار في نفس الارقام دي مع الميركاتو الصيفي؟ هل السوق المصري هيستحمل؟ هل هيكون في فلوس؟ لا ده في كارثه جايه، الانديه الشعبيه ستندثر، الانديه الشعبيه هتجد من الاموال اللي هتجاري بيها انديه زي بيراميدز ثم الاهلي ثم الاهلي ثم الزمالك. خلي بال حضرتك، ما هو برضه زمان انا بقولها دايما كان عندنا عنتر ولبلب، عنتر ولبلب في صراع الصفقات، يعني الاهلي والزمالك صراع صفقات، بس كان الصراع ايه؟ على قده، مليون 2 مليون 3 مليون، لما تعظم قوي يبقى 10 مليون. لا دلوقتي في ارقام فلكيه بتحصل، في 70 حقيقي. مليون و80 مليون، وفي ارقام جايه من بره، يعني كينو مثلا ده البرازيلي 175 مليون جنيه مصري بميزانيه الاتحاد السكندري، ميزانيه كينو سعر كينو 175 مليون جنيه مصري. تخيل ان ميزانيه كره القدم في نادي الاتحاد السكندري حوالي 160 مليون او 170 مليون، يعني بلاعب واحد. طب الانديه الشعبيه هتعمل ايه؟ هتجيب لعيبه منين؟ صحيح. هتضطر انها تستعير. وبعدين الاتحاد السكندري مثلا نادي بحجم الاتحاد السكندري، هل ده ممكن مثلا يفتح الباب ان احنا نبتدي نشوف بقى اللعيبه، ننزل بقى الكشافه للعيبه الدوري المظاليم، ونبتدي بقى نحسن من الناشئين ومن اكاديميات الناشئين عشان يطلعوا؟ هو والله المفروض اللي يحصل، بس ما بيحصلش مع الاسف الشديد. انا بقولها ومسؤول عن كلامي، قطاعات الناشئين في الانديه المصريه كلها محلك سر، وما فيش لاعب في الدوري المصري بيطلع. يعني عندنا دلوقتي مثلا لو حسبتيها ان مطلوب من 87 97 98 خمس لعيبه في كل ايه؟ في كل قائمه. حضرتك شفتي كام لاعب المفروض 18 نادي في 95 لاعب؟ حضرتك شفتي لعيبه جديده في الدوري المصري؟ اللي حبينا اقولهم على هوا اقولهم لك، تسع لعيبه في الدوري المصري او ثمان لعيبه اللي هم عندهم 21 سنه ظهروا من ناشئين، وايه كمان؟ دقيقه دقيقتين ثلاث دقائق اربع دقائق. هو وادي دجله بس اللي هو ايه بي يعني في جرأه شويه في الاعطاء الفرصه للناشئين، ومعاهم المقاولين لما كان علاء نبيل موجود، اللي هو كان مطلعهم معاه. فدي كارثه كبيره، يعني شايف ان ده ممكن ما يكونش مجالها في، عايزين حلقات عشان نتكلم في القصه اكيد دي. طيب كنا بنتكلم عن القيد، وكنا بنقول على البيان اللي اصدره اتحاد الكره المصري اللي هو قال فيه هيوقفوا القيد تماما لكل الانديه اللي عليها مديونيات، وفي الكلام بقى ان كل الانديه عليها مديونيات، لكن طبعا اخص بالكلام ده النادي المصري البورسعيدي والنادي الاسماعيلي، لان طبعا واضح ان كان في شكاوى كتير جدا متقدمه من لاعبين سابقين او مدربين سابقين، وكان في كمان شيكات من غير رصيد. بس شايف ان هذا البيان يعني هو بيان عام، ولكن هو المفروض يخصص او يخصص لبعض الانديه فقط، لان في انديه الاهلي في مديونيه، من مديونيه للاهلي اللي على اتحاد الكوره، مديونيه للزمالك على اتحاد الكوره، مديونيه للاتحاد السكندري على اتحاد الكوره. معظم الانديه اللي ليها لعيبه لعبت في كاس العالم
ليها فلوس عن اتحاد الكوره. صحيح. المفروض تخصم بقى زي ما حصل مع الزمالك وازمه الزمالك خلصت. ليه ما بيعملوش كده على طول؟ ما اعرفش، ما هو لازم البيان بقى، وانت لازم ما كنتش ليه كتير ازمات ليه ازاي في البرنامج عند حضرتك البيان ده موجود؟ يعني لازم البيان ده يطلع عشان خاطر انا خاطب الاسماعيلي، اخاطب الانديه المتعثره اللي عندها مشكلات واتكلم معاها بشكل شخصي، انما ما اعممش، لان التعميم ده يخلي الاهلي يتكلم، يخلي الزمالك يتكلم، وفي الاخر الانديه دي مفاجاه ان هذه الانديه ليست عليها مديونيات. يعني انا شايف ان هذا البيان يعني بيان للفرقعه الاعلاميه فقط، لان هذه الانديه لديها اموال مستحقات لدى اتحاد كره القدم، وكان من اولى اتحاد كره القدم ان يخاطب الانديه التي المتعثره فقط قبل ان يصدر مثل هذا البيان. طيب نروح بقى لقرعه دوري ابطال افريقيا اللي اقيمت يوم الجمعه اللي فاتت، طبعا اسفرت عن وقوع مصر مع فيتا كلوب وكمان مع شبيبه الثوره الجزائري. شايف المجموعه بتاعتنا ازاي؟ مجموعه يعني هو الظاهر بتاعها مجموعه سهله او مجموعه منطقيه بالنسبه للنادي الاهلي. مش عارف، انا دايما لما باجي اتكلم عن النادي الاهلي او بتكلم عن نادي الزمالك بقول ان هو مش ما ينفعش اقول ان النادي الاهلي وقع في مجموعه صعبه. يعني هو في اصعب من وجود النادي الاهلي في المجموعه نفسها؟ يعني كفايه اسم النادي الاهلي، يعني اسم النادي الاهلي بيصعب المجموعه للناس نفسها. صحيح. مش العكس. للنادي الاهلي يعني تاريخ وبطولات وسنتين ورا بعض وصيف البطوله وثمان القاب، لا كل هذه الامور يعني انا شايفها احنا كلام اعلامي، يعني كلام احنا بنحب برضو ان نتكلم في القصه دي، لكن في النهايه النادي الاهلي اي مجموعه بيقع فيها النادي الاهلي هو الذي يخيف المنافسين. مين اللي ممكن ينافس مع النادي الاهلي من مجموعته؟ لا فيتا كلوب طبعا. فيتا كلوب. انا شايف لانه وصيف والنادي الجزائري لا يعني مش قوي، انما فيتا كلوب انا شايف ان هو بصي انا برضو يعني ضد ان انا اصنف فريق، ما هو برضو التوفيق وعدم التوفيق. أكيد. النادي الاهلي انت لو بصيتي له في الدوره اللي فاتت البطوله اللي فاتت من اول مباراتين كان الاهلي يعمل ايه؟ يخرج، لكن افاجئ النادي الاهلي وصل للوصيف. فلازم انا ما بتكلمش على حاله، على الورق حاجه وحاله الفريق حاجه تاني. يعني انا اسمع أكيد. مثلا عن فريق انه فريق قوي، فريق كويس جدا بيأدي بشكل جامد في فرقته. طب هقول لك حضرتك على حاجه، الاسماعيلي عامل ازاي في الدوري المصري؟ المركز الاخير، لكن فين؟ مختلف تماما في المجموعات. صحيح. لما الواحد يجي يبص مثلا على الاسماعيلي على في دور المجموعات مثلا الافريقي، يبص الاسماعيلي صعد لدور المجموعات وهيلاعب في مجموعه الموت. طب الاسماعيلي ده هو ده اللي بيحتل المركز الاخير في الدوري المصري؟ لا، الامر مختلف تماما. كل بطوله بتكون ليها ظروفها، وكل مباراه ولها ظروفها، وكل وقت وليه حاله. يعني النادي الاهلي مثلا في يناير غير الاهلي في ديسمبر، وحضرتك عارفه ده، وجمهور الاهلي مستني يشوف الاهلي بتاع يناير 2019، مش الاهلي بتاع ديسمبر 2018 ولا بتاع نوفمبر. نعم، ولا بتاع نوفمبر. يعني الاهلي يعني بصي نوفمبر ده يعني انا كان حاجه صعبه النادي الاهلي يفتح فيه بطولتين جداً. بطولتين كانوا قريبين جدا منه، لكن زي ما قلت لحضرتك في حلقه سابقه دي اخطاء، يعني مع الاسف كان المفروض الاخطاء هي اخطاء ظروف واخطاء في نفس الوقت اخطاء من مدير فني واخطاء من لعيبه لم تكن على قدر الحدث والمسؤوليه يعني. بس لكن في النهايه الاهلي قادر انه يستفيد. خلينا نروح لصفقات النادي الاهلي الجديده، جيرالدو، محمد محمود، محمود وحيد، رمضان صبحي، وفي الطريق لحسين الشحات. شايف الصفقات دي ازاي؟ شايفها كويس جدا، بس اهم حاجه القلب نفسه موجوع. يعني فكريني بواحد متأنق ولابس احلى لبس في الدنيا، بس عنده حته كده مش او سليم في كل اجزاءه، بس القلب اللي موجوع، القلب الدفاع. دفاع. انا يعني مشكله النادي الاهلي خلال السنوات الماضيه كلها قلب الدفاع بتاعه. مباراه الترجي قلب الدفاع، مباراه الكلام ده بقاله سنين، المباراه العربيه مع الوسط الاماراتي قلب الدفاع. انت لو عندك قلب دفاع بقوه الوسط وبقوه الهجوم الاهلي ما فيش حد يقف قدامه. يمكن احنا ممكن نقول ان مشاكل النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت كانت في الدفاع وفي الاصابات. هو انا كان نفسي برضو ان النادي الاهلي زي ما هو بيرمم صفوفه في مناطق الهجوميه ومناطق الوسط الهجومي يرمم دفاعاته بالوسط القلب نفسه. يعني هو هيجيب حمدي فتحي وده لاعب كويس جدا، حسين الشحات جوكر بيلعب في كل حته. أكيد. لكن القلب، هذا القلب قدامنا 30 يوم لسه. لو جيت سالتك مين المدافع اللي في الدوري المصري المتاح حاليا اللي ممكن يكون مفيد للنادي الاهلي؟ هو الاهلي منمر عليه، هو ياسر ابراهيم. ياسر واحتمال معرفش بقى
كل معلوماتي ان هو الولد نفسه يجي النادي الاهلي وهو كان في اتفاق مع الزمالك، ولكن الرقم زي ما قلت لحضرتك مبالغ فيه، 100 مليون جنيه ليه؟ لا هو لعيب دولي ولا مؤثر. هو ليه؟ لان واضح ان في ندره عندنا في مركز المدافعين في الدوري المصري، عشان كده سعره بيغلى. يرجعنا لمرجوع مهم جدا، وهو ايه؟ وهو ان المفروض قطاعات الناشئين في الانديه واللي ماسكين الحته اللي هو مديرين قطاعات الناشئين في كل الانديه يبقى في لينك ما بينهم وبين الفريق الاول. حتى لو ده اللي بيحصل عندنا في النادي الاهلي دلوقتي. نعم؟ وده اللي بيحصل عندنا دلوقتي في النادي الاهلي. ما هو ده بيحصل برضو، بس يعني انا مش شايف برضو النادي الاهلي اللعيب الوحيد اللي طالع من النادي الاهلي هو احمد ياسر ريان. انما بقى لنا فتره كبيره جدا النادي الاهلي، انا مش وخلي بالك وده مش في الاهلي بس، الاهلي والزمالك والاسماعيلي معظم الانديه، بس محمد انا بقى له اربع خمس سنين، وناصر ماهر انت لسه مرجعاه تاني من سموحه. انا بتكلم على لعيب كل سنه، ما هو خلي بال حضرتك النادي الاهلي والنادي الزمالك ما ينفعش ان انا اقول مثلا ايه مطلع لي لعيب من اربع سنين، لا انا عايز كل سنه يطلع لي على الاقل لاعبين او لاعب واحد. لاعب واحد كفايه بالنسبه لي. بعيدا عن ياسر ابراهيم في الدوري المصري شايف مين تاني يستحق؟ هو انت عندك اثنين، باهر المحمدي ومحمود متولي، من اصلح الاثنين ومحمود مرعي. في اثنين عندهم مشكله انهم شاركوا في بطوله افريقيا والنادي الاهلي محتاج يرمم دفاعاته في افريقيا. اللاعب الثالث اللي هو محمود مرعي، انا اعرف ان هو كان في اتفاقات مع النادي الاهلي، وده لعيب هايل ولعيب كويس جدا ولعيب في كل المواصفات اللي تمتلكها قلب الدفاع، ومنها ان هو هداف وهيدرز كويس، لكن ما اعرفش بقى الامور وصلت. يعني انت شايف من وجهه نظرك الدوري هم الاربع لعيبه، اربع لعيبه في الدوري المصري، هم ما هو هتعمل، ما هو دي مشكله كبيره. ما هو لو ما عندناش، ما انا زي ما قلت لحضرتك دي مشكله الكره المصريه، ما هو ما عندناش راس حربه نفس القصه. ما هو دي مشكله ايه؟ مشكله قطاعات ناشئين لا تخرج لاعبين صالحين او في نفس يعني مثلا حضرتك، ما هو الباك اليمين والباك الشمال، ما هو كل قطاع ناشئين المفروض انا يبقى اللينك ده المفروض ليه؟ علشان خاطر اشوف انا ايه اللي ناقص في الفريق الاولاني. بقى لنا سنين مثلا هاف ديفندر النادي الاهلي حسام عاشور، من 14 سنه حسام عاشور. طب ما هو بديل حسام عاشور في النادي الاهلي؟ ما هو بديل مثلا في الزمالك؟ كل الديفندرات يعني تخيلي حضرتك، هقول لك على معلومه، الزمالك جلاله قدره ومتصدر الدوري حتى هذه اللحظه، لا يوجد لاعب واحد في مبنى النادي الاهلي الا محمد ابراهيم ويوسف اوباما. يوسف اوباما قاله ست سنين متنقل بين انديه ورجع السنه دي فقط. تخيلي حضرتك، تخيلي نادي بحجم الزمالك ونادي بحجم النادي الاهلي قطاعات ناشئين عندهم لا تفرز الا لاعب او اثنين او ثلاثه. هيقول لي اعارات، ماشي اعير، ما فيش اي مشكله خالص، بس في النهايه الاعاره لازم تفيدني ترجع لي لعيب افضل من مكان، زي ما حصل مع يوسف اوباما، زي ما حصل برده مع ناصر ماهر في الاهلي. الخلاصه ان احنا لو اشتغلنا تحت كويس قطاعات ناشئين مش هنعاني، لكن دلوقتي شراء العبد المثل بتاع ولا تربيته، ان انا اشتري لاعب جاهز لسه مش يعني مدير فني اجنبي هيصبر على لاعب على مدير فني على لاعب ناشئ؟ مفيش. فكل الناس مفيش في المنافسه الكبيره اللي احنا شايفينها. طبعا دي صعب. انت شايفين بيراميدز بيجيب كل ما هو بيراميدز بيعمل ايه؟ بيراميدز بيشوف الناس بتتفاوض ازاي. انا بيراميدز اللي اعرفه انه بدا يخش في صفقه حسين الشحات برضو، واحد انت بتقولي انا هدفع 6 مليون، لا هدفع لك 10، ما انت بتزغلل عين الناس. صحيح. وازاي لعيب يعني ايريك تراوري، يعني انا لا انتقد الاجراء نفسه، انا لما اجي اشتري لاعب هذا اللاعب لما انا يعني بلاش لعيب، يعني الواحد لما يجي يشتري سلعه معينه مش واحد عارف سعرها، الموبايل ده سعره كذا، عارف سعره عند كل الناس، اروح انا اشتريه اغلى من اعلى سعره اذا كنت انا في جوايا عايز اعمل مشكله. ما عشان لا مش فكره بس مشكله، انت كمان بتعوضه عن الجماهيريه، ما هو هيروح نادي ما حدش يعني ما فيش اثنين بيشجعوه في مصر. بص دلوقتي البقاء في المال ثم المال ثم المال. لا مش دايما، ولا لا معظم اللعيبه لا ازاي يعني معظم ولاء لعيبه مصر للمال. لا وفي لعيبه بيبقى عندهم احساس ان هم نفسهم ياخدوا يعني السوكسيه بتاع الجماهير ده، يبقوا ماشيين في الشارع الناس تجري وراهم وتسلم عليهم وتصوروا معاهم. هم الناس برضه سنين ما عندناش جماهير، اولا جماهير المدرجات مش موجوده. لما بتكلم على الجماهيريه الثانيه انا بقول لحضرتك في ناس بتسيب انديتها بتروح يعني انا عايز اقول لك مثلا حسين الشحات ده يعني من اللعيبه اللي بيحبوا وبيعشقوا النادي الاهلي طبعاً. وكان في كلام كتير ان هو ممكن يتنازل عن مستحقاته للعين الاماراتي عشان يبقى موجود في النادي الاهلي. ولعيب مفيد جدا للنادي الاهلي، وجي النادي الاهلي هيعمل فرق كبير جدا في النادي الاهلي. ولو اتكلمنا كمان على المستحقات اللي هو عايز يتنازل عنها للعين الاماراتي، ان هي فلوس كتير جدا، فما اظنش ان اغراءات ماديه من فريق اخر ممكن تغنيه عن حبه مثلا او احساسه ان هو عايز يكون منتمي للقلعه. لما يكون عندك نادين يا فندم، نادي بيدفع 5 مليون نادي بيدفع 20، المنطق العالي بيقول ايه؟ ادفع بس ما هو كل بقى مكان وليه مميزاته.
لا ده بترجع للاعب نفسه، رغبه اللاعب نفسه، بس في نفس التوقيت ماشي. في الاخر طبعا بترجع لرغبه اللاعب، بس انا لازم برضو لما اجي احسبها احسبها صح. انا ممكن اشتغل في قناه الاهلي، ممكن اشتغل في قناه تانية، ممكن اشتغل في القناه التانيه دي اخد فلوس اضعافها، سؤال بس هخسر هنا حاجات. نادي بيراميدز لما ضم لعيبه من الاهلي والزمالك او ضم لعيبه من معظم اللعيبه الجماهيريه راحوا ليه؟ فلوس. ايوه زي يعني قولي كده زي مين؟ احمد الشناوي فلوس. علي جبر فلوس. عمر جابر لا ما كانش موجود اصلا في الزمالك، ما هو كان بره يعني جاي من احتراف، يعني واحد كان بيحترف في دوري أيوة خارج مصر. ايوه كان في دوري الامريكي. طيب يعني ما كانش يعني في الاسباني يعني مثلا. يعني اقول لحضرتك يعني هو بياخد بره اقل مثلا، بياخد بره اكتر وساب هناك وجي هنا؟ لا هياخد هنا اكتر. انا بكلم حضرتك ان 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 الزمالك ولا بيراميدز في الشعبيه؟ لا طبعا ده شيء اساسي الزمالك. لكن الناس دي راحت فين؟ راحت بيراميدز ليه؟ عشان فلوس. الفلوس. يبقى كده بس مش مع كل الناس. انا موافقاك طبعا، يعني احنا دلوقتي في عصر احتراف وكل حاجه، واكيد الماده دي بتفرق مع كل الناس، مديرين بس فنيين بتاثر على شخص غير شخص اخر. يا استاذه مدير فني بيشتغل مثلا في المكان الفلاني بياخد 10,000 جنيه كويسين، 10,000 جنيه هيروح نادي تاني هياخد مليون. هيعمل ايه؟ هيروح للمليون. الفلوس بتزغلل. بس برضه خلينا نقول مثلا الاغراءات اللي حصلت مثلا لعبد الله السعيد والازمه اللي حصلت السنه اللي فاتت مثلا. طيب اكيد كانت اكيد حصلت مثلا لكذا لاعب اخر، ممكن مثلا تكون حصلت لوليد سليمان، بس هيفرق اللاعب ده يتمسك بوجوده في النادي الاهلي واخر لا، كل واحد وشخصيته. أنا في الاخر من مقعد الناقد الرياضي اللي متابع الحركه الانتقالات ومتابعها كويس جدا، لان انا بعرف سعر السوق كويس جدا. ما في لاعب في مصر تحط له شنطه فلوس الا يوافق على المكان اللي انت عايزاه طالما هياخد اكتر من المكان اللي انا فيه. ما تقول بصي خليني برضو ارجع واقول لك ان شعبيه النادي الاهلي اكيد بترجح. لا انا ما بتكلمش عن النادي الاهلي. ما انت انا مش عن النادي الاهلي. لا انا بكلمك في 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 ما هو خلي بال حضرتك، الاهلي ما سابش حد راح بيراميدز وما سابش حد راح اي انديه تاني. الاهلي لما بيسيب ساب فين؟ احتراف خارجي صحيح، يا احتراف داخلي اعاره ويرجع مره ثانيه، او لعدم الصلاحيه وبيمشي خالص. انديه باعت لعيبتها برغم يعني الاسماعيلي. الاسماعيلي هل الاسماعيلي لم يكن في حاجه الى مثلا كالديرون؟ لا اكيد باعه. صحيح. هل لم يكن في حاجه لمحمد فتحي نص ملعب؟ باعه. محمد عواد باعه. باع سبع ابراهيم حسن باعه. ليه؟ وما تستغربش بقى على مستوى دلوقتي عشان فلوس. صحيح. انما هو اللي بيدور على الاسم مش الشعبيه. الاسماعيلي الزمالك نفس القصة. باع مين؟ أحمد توفيق. احسبي حضرتك معايا. أحمد الشناوي. علي جبر. علي جبر برغم إنه كان في احتراف وكان المفروض يرجع كان في إعارة. فأسماء يعني أسماء كتيرة جدا فضلت المادة على الشعبية. ليه؟ لأنه الفلوس بتزغلل. فلوس بتزغلل. زي ما زغللت عبد الله السعيد. عبد الله السعيد يعني في اكتر من النجوميه والشهره والنادي الاهلي واحرف لاعب في مصر وافضل لاعب في مصر، سبت كل ده عشان خاطر 40 مليون جنيه. برغم انك انت لو قعدت في النادي الاهلي مثلا السنه دي كان ال 40 مليون جنيه يبقوا 80 مليون جنيه، يبقى بره مصر مثلا. احنا قلنا بقى في الاخر الموضوع بيرجع لشخصيه اللاعب، مش لازم يكون هو بيفكر تفكير صح. ما فكر بطريقته بس مش بطريقه صح. لا ما هو ده حلف. الحاجه الوحيده اللي حصلت في النادي الاهلي هي عبد الله السعيد، ده ما فيش حد راح تاني. صحيح. يعني انا اللي تذكرهم على الهواء ما فيش حد راح تاني. ما فيش حد باع النادي الاهلي، انما في ناس وهو ده اللي معروف عن لعيبه النادي الاهلي. في الزمالك راحوا بعزم من اداره النادي، يعني اداره النادي وافقت. يعني احمد الشناوي اصل الموضوع برضه حصل عليه مشكله ان هو وقع على النادي الاهلي. صحيح. في مشكله بينه وبين النادي الاهلي، انت رايح النادي الاهلي مش عارف ايه وايقاف فانت رحت بيعه لبيراميدز. فانت يعني انت المشكله كلها فين؟ في الاهلي، مش مشكله انك تبيعه. صحيح. يعني مبدا البيع موجود، فهماني حضرتك؟ فدي الاشكاليه اللي احنا بنصادفها. نخلص من الكلام ده ونقول ايه؟ ان البقاء للماده، والماده هي الرقم الاساسي. وعايزين اقول مش ما حصلش في النادي الاهلي، ما حصلش غير في النادي الاهلي الا مع لاعب واحد فقط، فضل الماده على النادي الاهلي. برغم انه برضه في يعني هو يعني ممكن يكون ضحك عليه، ممكن حسبها غلط، ممكن ما حسبها صح. عبد الله انا هو بصراحه عبد الله سعيد انا اعرفه من ايام الاسماعيلي. بس خلينا في الاخر نشوف النتيجه. خلينا بس نرجع للنتيجه دلوقتي، فاكيد طبعا هو حسبها غلط. بالظبط. طيب نرجع بقى للدوري. الملف اللي فات ده ملف مهم جدا. أكيد. يعني الملف ده اللي بيسمعنا لازم يحط بليون خط على الازمه اللي هتصادف الانديه. يا جماعه الانديه الشعبيه، الانديه الجماهيريه، وخلي بالك مش الانديه الجماهيريه بس،
انديه المؤسسات. يعني ما هو في انديه كانت عندها تمويلات بعد الثوره ما فيش تمويل، كل واحد بيكتفي بذاته. لو حاب اقول لك ميزانيه كل نادي ستندهش من كتر انا في ناس بتكلمني والله ميزانيه تعتمد على الصرف والبيع اللعيبه فقط. صحيح، ما فيش ميزانيه موجوده زي زمان. ويمكن ده يعني وده اللي عمل مشكله زمان. كان ميزانيه مفتوحه، مفيش ميزانيه مفتوحه دلوقتي. ميزانيه بيع اللعيبه، عشان كده هو لما يجي يبيع حمدي فتحي علشان يبيعه يحقق اكبر مكاسب. ليه؟ لان هو هيصرف على قطاع ناشئين، هيصرف على مديرين فنيين، هيدي مش فالقصه اصبحت تجاره. ومع واقول لك اللي بيقع في السوق ده، خلي بقى الناس بقت شاطره، انبي بقى شاطر، المقاصه شاطر، لان هم بيبيعوا وفي النهايه بيلاقوا ناس بتشتري. والسوق اصبح مفتوح على مصر. ليه؟ لانه ما ينفعش الاهلي والزمالك يتفرجوا على بيراميدز. صح ولا غلط؟ ما ينفعش يتفرجوا على بيراميدز. يعني طغيان راس المال ده، ده لازم نعمل. طب ما هو في السعوديه عاملين حدود. اهو مفاجاه هقولها لك على الهوا. اشمعنا في السعوديه في حدود للبيع والشراء والقائم على هنا في سقف للبيع، ما فيش ما يزيدش عن كذا. ولازم ده اشمعنا في مصر هنا؟ بس انا عايزه برضه اقول لحضرتك على حاجه، حتى ده لو اتطبق هنا رسمي هيكون في حاجات من تحت الترابيزه. لا عايز. انا بتكلم على جزئيه معينه، يا رب الناس تكون فاهماني. في السعوديه يطبق المعايير في بيع اللاعبين، في تسعير اللاعبين. طب ليه عندنا مش مطبق؟ ليه؟ ليه بدفع 70 80 مليون و 90 مليون و 100 مليون في لعيب؟ طب ما اعمل ده، احنا نعمله احنا، مش اتحاد كره القدم ده هو اللي ماسك، نعمل ده. صحيح. شكرا ليك استاذ عبد المنعم فهمي، مدير تحرير مجله الاهرام الرياضيه، نورتنا النهارده اكيد في كلام في الميديا. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده، اشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد على حضراتكم.